أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة الليلة المباركة، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج ناس وحراس من ساحات الأقصى التي تمتلئ جنباته بكامل أطرافها بالمصلين المتعبدين الداعين إلى الله أن يحرر ديارنا ويرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ومرضانا ويطلق سراح أسرانا. من هنا من باب المجلس في داخل المسجد الأقصى المبارك، حياكم الله في هذه الحلقة المميزة من برنامج ناس وحراس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف حضرتك؟ الحاج زياد أبو صبيح. أهلا وسهلا. شو بتشتغل حضرتك؟ بشتغل أعمال حرة ومن رجال عشائر البلد. أهلا وسهلا. جاي تخدم الليلة؟ إحنا من حراس المسجد الأقصى ومن سدنة المسجد الأقصى ومن خدام المسجد الأقصى لكل زوار المسجد الأقصى من جميع أنحاء المحافظات الفلسطينية والدول الإسلامية العربية والأجنبية اللي بيجوا يزوروا المسجد الأقصى وبيقدسوا هذا المكان وبيقدروا هذا المكان. شو علاقتك بالرياضة؟ علاقتي بالرياضة رئيس الاتحاد الفلسطيني للجودو. يا لطيف. طيب بس كمل. نعم. أنا طبعا لاعب ومدرب وحكم ورئيس اتحاد، يعني ما نزلت على الرياضة ببرجوت على رأي بعض. كمقدسي يا زياد. نعم. كمقدسي بتشوف هذه الأجواء الليلة في القدس، شو إحساسك؟ شايفك عرقان وكلماتك هيك مخربشة. يعني ممكن كلماتي مخربشة لأنه اللي أنا شايفه أثلج صدري وبفرحني وبتمنى أنه المسجد الأقصى ظل عامر في الإسلام والمسلمين زي ما أنا شايفه اليوم، اللي ما يعطيش فرصة للاحتلال الإسرائيلي أنه يتمادى على هذه المقدسات ويتمادى على المسجد الأقصى بسبب فراغه من الناس المسلمين اللي للأسف غير مهتمين بهذا المكان اللي هو ثالث الحرمين الشريفين وهو أولى القبلتين. البرنامج اسمه ناس وحراس، هل تعتبر نفسك من ناس وحراس هذه المدينة؟ أنا من حراس ومن خدمة وأقل من خادم لأي لو أصغر مسلم فلسطيني أو غير فلسطيني بيجي على المسجد الأقصى أنا خادمه إن شاء الله. والله يا زياد أجدادنا لما كانوا يقولوا المثل ما كانوا يكذبوا، إيش كانوا يقولوا؟ خادم القوم كبيرهم. نعم. وأنت كبير بأدائك وعطائك. وإحنا ما من جامل مجاملة، أنا بحكي من قلب صادق ومن مشاعر صادقة، نحن خدام لجميع زوار المسجد الأقصى. تنتشر العائلات من كل أنحاء فلسطين من أقصاها إلى أقصاها. سلام عليكم. عليكم السلام. متعرف حضرتك؟ امباسل خداش. امباسل خداش. اهلا وسهلا. وانتي؟ بسان خداش. بيسان. بيسان، ما شاء الله انا عندي بيسان ولد. اه والله. من وين جايين؟ من الجلزون رام الله. يا ميت اهلا وسهلا. من مخيم الجلزون. تغلبتوا في الدخول؟ اه والله تغلبنا، كنا طالعين على الساعه 3 وصلنا هنا على العشاء. من الثلاثة الى عند 8 ونص، 5 ساعات ونص تقريبا. ايش اسمك انتي؟ ليان. حافظه ايش عن الاقصى او عن القدس؟ اه يعني حافظ اغاني. ايش حافظ اغاني؟ قولي لي شيء مثلا. اغنيه. لمين الاغنيه؟ للقدس ولا للقدس فلسطيني. يلا واحد اثنين بس بصوت عالي. واحد اثنين ثلاثه. يا رب ثبتها واحمي قواعدها. بس شعبتك هذا هو. يا رب ثبتها واحمي قواعدها بزياده. طيب بدنا نسألكم سؤال، طالما صرتوا جايين بركة كنتوا معانا من الرابحين. أنا أحب كاتب إليك؟ إيه عمي. كتبه إيش أكتر إيش كتاب؟ آخر واحد أنف ليلى مراد. أنف ليلى مراد. بس السؤال مش عن ليلى مراد، إحنا في ليلة القدر هالإيتي. سؤال بسيط بده شوية ذكاء، بقول
سؤال بيقول سورة تعدل ربع القرآن. سورة إذا قرأها الواحد وكأنه قرأ ربع القرآن، هي من قصار السور. سورة ليلة القدر. ليلة القدر من هي من قصار السور، بس لا من صور الأواخر. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد البعديها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ألا أنتم عابدون ما عبدتم ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. ولي دين. صحيح الجواب يا إخوان؟ والله إنكم ضليلي. سمعتوا صحيح؟ أمانة الله صحيح. ليلة قدر يعني بدها أمشيها. والله أحلاتك اللي أمشيها وكنافة فوقيها. جوابكم جواب صحيح. تحياتنا لكم، أهلا وسهلا من كل أنحاء فلسطين. برنامج ناس وحراس بقدم لكم هذه الجائزة المتواضعة، بقول لكم أهلا وسهلا فيكم، وبدي نسمع كلنا مع بعض. نحن هنا باقون. نحن هنا باقون. ما دام الزيت والزعتر والزيتون. ما دام الزيت والزعتر والزيتون. مواصلين معاكم برنامج ناس وحراس من هنا من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، في هذه الأجواء الجميلة الإيمانية الرائعة، حيث ينتشر المؤمنين بين مصل وبين خاتم القرآن وبين مصل قيام الليل وبين داع إلى الله. أحبتي المؤمنين المعتصمين المعتكفين المصلين العابدين لله الداعين الله بالفرج العاجل إن شاء الله، مواصلين هذه الحلقة من برنامج ناس وحراس من هنا من ساحات المسجد الأقصى المبارك. ومن لنا غير لما نقول ناس وحراس، نحن عند حراس المسجد الأقصى المبارك. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. نتعرف على حضرتك. فراس الدبس. يعطيك العافية. حضرتك فادي مطور. أهلا أبو سمرة. تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف حضرتك. ضياء الحسيني. اهلا وسهلا يا ضياء. مين كمان؟ وين الحراس؟ تعالوا تعالوا يا شباب. سلام عليكم. السلام عليكم. غششوني من اول. انتوا في ليله زي هاي، انا بعرف انه بتتعبوا كتير، ولكن بعرف بنفس الوقت انتوا بتتمنوا انه كل ليله تكون هيك. هذه من اجمل ليالي حياتنا. احنا لما بنشوف الاقصى مليان بهذا العدد، بمئات الالاف، بنسائهم بشيوخهم بأطفال موجودين بالمسجد الأقصى، هذه أجمل. إحنا مستعدين نشتغل مش 24 ساعة، إحنا اليوم نشتغل 24 ساعة، وبتوجيهات من إدارة الأوقاف إن نضلنا موجودين وصمدين نخدم الضيوف والوافدين المسجد الأقصى. بس هذه صدقني من أجمل أيام حياتنا لما يكون الأقصى هيك. إن شاء الله كل سنة رمضان. يعني إحنا بنستنى هاي الليلة استني كل سنة، بنيجي بنخدم زوار المسجد الأقصى، أطفال شباب نساء. هاي يعني رغم كل التعب اللي بنمر فيه، بس بالآخر بضل في يعني متعة في خدمة هدول الزوار. وبنتمنى إنه زي ما أنت حكيت تكون كل ليلة ليلة قدر. بس في كلمة صغيرة يعني. كلمتين. الأقصى بحاجة للمسلمين الموجودين، مش اليوم، مش بليلة القدر، مش بجمعة رمضان، مش برمضان. الأقصى بحاجة لهذا الجموع كل يوم. إذا إحنا توجدنا بهذا العدد كل يوم، الاحتلال راح تفشل كل مخططاته تجاه المسجد الأقصى المبارك. بس بحاجة التواجد والصمود والرباط فيه. هذه الأعداد هي اللي بتفشل مخططات. صحيح الأحلال. المثل بيقول المال السايب بيسرقوا الناس، ما هو سايب علم أولاد الحرام السرقة. صحيح. وفي أكثر منهم أولاد حرام. والله ما في. لا ما في. طيب بعد كل هذا التعب، أنت لما بتروع الدار وبتعاود هيك تسترجع هالصورة الجميلة، شو الإحساس اللي بيصيبك؟ والله إحساس مختلط يعني. في حزن وفي فرح. في فرح إنه القدس كانت عمرانة وانتعشت كل المدينة، لأن هي بالأيام العادية بتعرف بتكون مدينة أشباح. صحيح. وبنهار بكون فون اقتحامات ومستوطنين. فهدول العشر أيام هيك يعني هم هيك بحسهم يعني فسحة أمل، فسحة فرح. يعني بشوفكم بقول عمالكم بتحكوا الساعة 11 الصبح مش الساعة 2 صباحا. لا بالعكس، احنا بعز قوتنا طالما في ناس موجودين، احنا نشطين وبعز قوتنا راح نضل، وراح نضل للفجر وبعد الفجر ان شاء الله. البرنامج اسمه ناس وحراس، هل تعتبروا نفسكم من ناس وحراس المدينة؟ طبعا احنا يعني كل مقدسي انا بعتبره هو امين على هاي المدينة وهو حارس لهاي المدينة، فاحنا كلنا كمقدسيين حراس لهاي المدينة. الله خدم لها، خدم لهاي المدينة. بس حراسة معك. كبير القوم خادمهم. احنا نشحنا صغار القوم ان شاء الله وخدامهم كمان ان شاء الله. كبار عند الله. عند الله. بس انتماءنا لهاي المدينة مدينة القدس، وهذا الشرف العظيم بيوجب علينا انه نقدم كل شيء. بدنا نسألك سؤال وإن شاء الله تكون معنا من الرابحين. إن شاء الله رب. يلا إن شاء الله رب العالمين. من هو الصحابي الذي قتل أبو جهل أو قتل أبي جهل؟ أبو
ساعدوا للشباب. يلا يلا، مين بيقدر يساعده؟ مش حمزة، لا مش حمزة. من هو الذي قتل أبي جهل؟ من هو الصحابي الذي قتل أبو جهل؟ مش زيد، لا عبد الله ابنه عبد الله بن عوف، لا مسعود ابنه. عرفني والله ما عارف. هي ايه؟ مسعود ابن مسعود. مين؟ عبد الله بن مسعود. غششك صح؟ اكيد غشش الحجار. بس بتثق في اللي جوابه؟ على تكي جوابك صح يا حاج، خلص 100%. اذا احكي جوابه صح جوابه صح. خلص معه انت؟ معه قلبا وقالبا. بتقاسموا الجائزه؟ نتقاسم، بعطيه جائزه كامله. جوابكم صحيح، الصحابي الجليل الذي قتل أبي جهل هو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود. هذه مقدمة لك وانت حر فيها تتقاسمها مع مين ما بدك من برنامج ناس وحراس. بنقول لك الله يعطيك العافية ويديمكم ويعطيهم العافية الشباب المتطوعين بساحات المسجد الأقصى المبارك، هؤلاء الذين يخدمون الأقصى تطوعا حبا لله وحبا في الأقصى وحبا في ضيوف الرحمن. والله يا دول الأشاوس بيستاهلوا نسألهم سؤال ونربحهم إن شاء الله ما يدقوش ببعض. لا بننزل. محمد اسأل. لا محمد هلا منشوف منغشش، إحنا منغشش. بسم الله، أول نبي صام في التاريخ البشري. لازم من كلمة أول توحي لك في الجواب. سيدنا آدم. بعد آدم. إبراهيم. أبو الأنبياء. بعد آدم. بعد نوح. بعد نوح. بعد مين؟ نوح. بعد سيدنا آدم نوح. بعد سيدنا آدم نوح. لا مش سيدنا نوح. نوح بعد سيدنا آدم. هي هذاك بغششك. لا هي بعد سيدنا آدم. اتصلت بصديق انت من الحاله جاوب. سيدنا نوح. بتأيد كلام سيدنا نوح؟ بتأيد ترجع. سيدنا نوح. نعم. الجواب صحيح 100%. اول نبي صام في التاريخ البشري هو سيدنا نوح عليه افضل الصلاه والسلام. برنامج ناس وحراس بقدم لكم هذه الجائزه المتواضعه هيك، يعني لا تستحق شيئا، انتوا اكثر من هيك تستاهلوا، ولكنها شغله رمزيه تقديرا لجهودكم. بدي اسمع نحن ناس المدينه وحراسها. نحن هنا باقون. باقون ما دام الزيت والزعتر. الزيتون. في عندكم زيتون لنجيب للسحور؟ ما شاء الله في احسن من زيتون الاقصى. والله ما في زي زيتون الاقصى. هنا زيتها وهنا زيتونها، شجرة تكاد تضيء دون أن يمسسها نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وتلك الأمثال نضربها للناس. صدق الله العظيم. كنا نتمنى أن تستمر هذه الحلقة أكثر وأكثر حتى طلوع الشمس كما هي ليلة القدر، ولكن وقت الحلقة إلى هنا. أحبتي من ليلة القدر من المسجد الأقصى المبارك من عند عشاقه ومحبيه، ننهي معكم هذه الحلقة بدعاء إلى الله. اللهم يا ربي ارحم شهداءنا وموتانا، واشف جرحانا، واطلق سراح أسرانا، وحرر ديارنا، وكف عنا وعنكم كل شر. كونوا بخير وأمان ومحبة. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ناس وحراس.